نشوف الآن شبك النسق، نشوف الآن شبك النسق، ونشوف الآن من سيتصدر في هذا الشبك ومن سيكون في المركز الأول في هذه اللحظات، اللحظات العصيبة ليكتب الزمن في ذاكرة الزمن والتاريخ. رقم سوف يعلن، رقم سوف يعلن. يقولون ما يسمعون، يقولون ما يسمعون الصالة، يقولون تسمعوننا يا الربع ولا ما تسمعون؟ يقولون ما يسمعون يا مخرجنا، ما يسمعون هاللحظة اللي المهم جدا جدا. الربع اللي في قاعة الملاك عطوهم الصوت، عطوهم الصوت. الله 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 الله. في هذه اللحظات نشاهد الآن، نشاهد الشبك رقم 31 النسق، ومع من؟ مع من النسق؟ مع من النسق؟ ومن سيتصدر ويتسيد المشهد العام في هذه اللحظات؟ الجمهور طربان، الجمهور يلعب، الجمهور مستانس، الجمهور كل رفع جواله وحاطن سنابه جاهزين. توكلنا على الله، توكلنا على الله في هذه اللحظات. وألف ألف مبروك لمن سيحسم نتيجة هذا الشب في هذه اللحظات. اعلن الله 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 الله. شجح النصر الآن في المركز الأول، وشجح بن صمدان في المركز الثاني، وفي المركز الثالث فهد بن عبد الله بن راشد العتيبي، وفي المركز الخامس امسكتات، وفي المركز الرابع طلال بن عجرش ابن طلال أبو اثنين. لقاء فمحبة، لقاء الأبطال ومحبة الأبطال. ألف ألف مبروك يا غازي ابن ربيع ابن غانم العتيبي. السجود لله شكرا، ومن أعز من الله. ما أجمل هذه اللقطة وما أجمل هذه اللحظة. نحمدك ونشكرك يا رب العالمين على ما مكنت لنا وعلى ما هيأت لنا من انتصار، وعلى ما هيأت حقيقة سبل السعادة وسبل الأمن والأمان في بلادنا في أرض الحرمين الشريفين، ونحن ننعم بالأمن والأمان.